بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هنيئا للشعب المغربي بهذه المناسبة العظيمة، عيد الاستقلال اللي كنحتفلوا بها في قلب فرنسا في باريس. وهذه يعني كتفرح هذه القضية، لأن شفنا المشاركة ديال الإخوان الفرنسيين معنا في هذا الاحتفال الجميل، واللي كيضم واحد العدد ديال الشخصيات فرنسية ومغاربة وشباب، ويعني تعرفوا من خلال الأستاذ المحاضر اللي عمل واحد الندوة مهمة على تاريخ المغرب. فيعني احنا جيت سعداء بعد الفرحة اللي احنا كنفرحوا في قلب باريس بمناسبة عيد الاستقلال. وهنيئا لنا وللشعب المغربي ولسيدنا، الله ينصره ويحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا الجديد إن شاء الله. كاين عدة اقتراحات، وإن شاء الله قريبا كيدوز واحد العمل ديالي في القناة الأولى المغربية والحرة ديال المخرج إبراهيم الشكيري، وكاين اقتراحات يعني مبدئية اللي إن شاء الله نتمنى. وكان في إطار كنوجدوا مسرحية إن شاء الله في قريب، ونتمنى التوفيق. Yo.